ما بين مشاركة أحمد المحمدي كأساسي مع النمورة والغياب شبه الدائم لمحمد صلاح مع البلوز في الدوري الأهم والأقوى في العالم، فأرجح مردود سفراء مصر في ملاعب أوروبا، فتوج النني مع بازل محليا وتألق أوروبيا، وخطف كوكا الأنظار بأهدافه مع ريو آفي البرتغالي، بينما اختفى الثنائي شيكابالا وأحمد حجازي مع سبورتينج لشبونة البرتغالي وفيرنتينا الإيطالي. فبعد تألقه مع بازل ثم انتقاله للعملاق الإنجليزي تشيلسي في يناير الماضي في صفقة هي الأكبر في تاريخ النجوم المصريين والعرب، قدم محمد صلاح أداء جيدا مع البلوز وشارك في 10 مباريات ما بين أساسي وبديل، وأحرز هدفين في شباك أرسنال وستوك سيتي في الدوري قبل غيابه تماما عن المشهد في النصف الثاني من 2014 باستثناء 12 دقيقة كبديل في لقائي سوانزي وكريستال بالاس في الدوري، و77 دقيقة أمام سبورتينج لشبونة البرتغالي في دوري أبطال أوروبا، بالإضافة للقاء ضد شيرسبري تاون المغمورة في كأس الرابطة. صلاح قد يغادر فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في يناير المقبل بعد اهتمام أكثر من نادي به، وعلى رأسهم العملاق الإيطالي انتر ميلان الذي ينافس بشكتاش التركي على الظفر بخدمات الفرعون المصري. نبقى مع انجلترا لنتابع المسيرة الرائعة للمدافع الدولي أحمد المحمدي الذي ساهم في تأهل هال سيتي لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي الموسم الماضي، وخسر بصعوبة في مواجهة أرسنال على ملعب ويمبلي، كما شارك في 19 لقاء في البريمير ليج الموسم الماضي، ثم حجز لنفسه مكانا أساسيا في تشكيلة ستيف بروس هذا الموسم ولعب 17 مباراة، كما أحرز أول أهداف النمور في الدوري الأوروبي في شباك ترانسينا سلوفاكي في تمهيد الدوري الأوروبي. من انجلترا للبرتغال التي تشهد الكم الاكبر من اللاعبين المصريين في انديتها، حيث تألق المهاجم الشاب احمد حسن كوكا مع ريو آفي هذا الموسم وسجل 8 اهداف في 20 مباراة شارك فيها في المنافسات المحلية والأوروبية، ووصل مسيرته الناجحة التي بدأها في النصف الاول من هذا العام عندما ساهم في تأهل فريقه لنهائي مسابقتي كأس البرتغال وكأس الدوري وخسرهما أمام العملاق بنفيكا. في البرتغال أيضا قدم صالح جمعة مردودا جيدا مع فريق ناسيونال ماديرا، وكان أفضل النجوم المصريين 4 الذين ينشطون في الفريق ومعه علي غزال. وعلى العكس لم يقدم محمود عبد الرازق شيكابالا المستوى المتوقع مع سبورتينج لشبونة، وفشلت تجربته تماما رغم الضغة التي وكبت عملية انتقاله، حيث غاب تماما عن فريقه هذا الموسم بعد أن شارك في 13 دقيقة فقط في ختام الموسم الماضي مع فريقه الأول وخاض 5 مباريات مع الفريق الثاني. بدوره فشل محمد إبراهيم زميل شيكا السابق في الزمالك في إكمال تجربته مع ماريتيمو الذي انتقل له بداية سبتمبر، وحجز مكان شبه أساسي في تشكيلة الفريق منذ البداية عندما شارك في 8 مباريات مع الفريق في الدوري والكأس قبل عودته للبحث عن نادي في مصر. من جانب به بات أحمد حجازي خارج حسابات فيرنتينا الإيطالي الذي انضم له من الإسماعيلي بداية يوليو 2012، وبدأ معه بشكل جيد قبل تعرضه لإصابة بالغة في الركبة ابتعد على إثرها طوال الموسم الماضي قبل مشاركته في لقاء الجولة الأخيرة أمام تورينو في الكالتشيو، ومن يومها ابتعد تماما عن التشكيلة الأساسية والإحتياطية. نختم حصاد سفراء مصر في ملاعب القارة العجوز مع ثنائي بازل السويسري محمد النني وأحمد حمودي،
حيث ساهم الأول في تتويج فريقه بالدوري الموسم الماضي وبلوغ نهائي مسابقة الكأس، كما تأهل لربع نهائي الدوري الأوروبي قبل الخروج أمام فالنسيا الإسباني. النني وصل مسيرة العطاء مع البطل السويسري هذا الموسم، وأنهى معه العام في المركز الأول في الدوري بفارق كبير عن زيورخ أقرب ملاحقيه، كما وضع بصمته في تأهل فريقه لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا صحبة ريال مدريد الإسباني بعد التعادل مع ليفربول الإنجليزي. من جانبه شارك أحمد حمودي الذي التحق بالنني بداية الموسم الحالي في 11 لقاء مع فريقه في الدوري والكأس المحليين ودوري أبطال أوروبا، وسجل هدف وحيد في مرمى فادوز في الجولة 9 للدوري، وذلك في انتظار تألقه في العام الجديد.